العربية الأرخص الكهرباء اللي موجودة في مصر حاليا، وهي الشنجان الإي ستار. عربية طبعا الإضاءة كلها هالوجين زي ما احنا شايفين كده، والعربية من قدام كلها مصمتة، مفيش أي فتحات ولا أي حاجة، عشان طبعا العربية كهرباء فمش محتاجة التهوية ديت. والموتور 55 كيلو وات بيمشيك 310 كيلو متر، ده كحد أعلى يعني. ويج نوت العربية تصاد 15 بوصة 175 على 60، والمرايات ضم يدوي ودخول بمفتاح. والعربيه من ورا برضو شكلها سيمبل وصغيره كده، عربيه ايه كهرباء صغيره كده سيتي داخل المدينه، اضاءه برضو هالوجين وسنسور خلفي وشنطه صغيره شويه. كارخص عربيه كهرباء في مصر، فانت ما تستناش اكتر من كده. عندك التكييف دوت تقليدي عادي جدا، ما فيهوش اي حاجه، فتحه يو اس بي، مساحه تخزين، اشارات التكييف تقدر تتحكم فيه من هنا، المروحه، المساحه التخزين هنا ثانيه، فتحه 12 فولت، وده في تيز بتاع العربيه.